مساكم الله بالخير مستمعينا محبي الرياضة في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11، معكم أنا ثامر الحميد. نسلط الضوء فيها على أهم أخبار كرة القدم سواء المحلية أو الأوروبية. نذكركم بأرقام التواصل اللي حبي يتواصل معنا على STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22. نبدأ أولى أخبارنا محامل لقب الدوري السعودي الفتح. حيث تلقت خزينة نادي الفتح دعما ماديا سخيا من قبل عضو الشرف الفتحاوي محمد العفالق، دعما منها لخزينة النادي للموسم الرياضي الحالي. وقدم رئيس مجلس إدارة الفتح المهندس عبد العزيز العفالق شكرا وتقديرا لمحمد العفالق على دعمه السخي ووقفته الصادقة اتجاه النادي، مؤكدا بأن هذا الدعم الذي يحظى به النادي من قبله ليس بالمستغرب، بل يأتي ضمن سلسلة من دعم سابق. اعترف أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بوجود أخطاء تحكيمية في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري عبد اللطيف جميل، مبينا أنها طبيعية ومطالبا الأندية بعدم ظلم الحكام خلال تقييم مستوياتهم الفنية بناء على هذه الأخطاء. وقال لأحمد عيد: هناك أخطاء من الحكام في بعض مباريات الجولة، ولكن من الصعب الحكم أو التقييم من أول جولتين، خصوصا أن الأخطاء في بداية الموسم طبيعية، المدرب واللاعب يخطئان والأمر ينطبق أيضا على الحكام، لكننا نطمح في أن تقل الأخطاء مع توالي المباريات. وأنا أقول لأحمد عيد: كون أنك تخطي، كون أن يكون اللياقة ما هي بشكل المطلوب مع أول جولتين، لكن احنا نتكلم على حكام ونتكلم على لجنة حكام ونتكلم على معسكر في تركيا ونتكلم على تحديثات وتطوير في قوانين اللعبة غير ملمين فيها أو غير متعودين عليها الحكام السعوديين، وهذا وضح في أول جولتين من دوري عبد اللطيف جميل. فأتمنى أن احنا نواجه الحقيقة، هذه رسالة مني لأحمد عيد على أساس أن احنا نقدر نعالجها، لكن احنا نقول لا، الأمور طبيعية، لا مو طبيعية، مستوى التحكيم جدا سيء والأخطاء اللي موجودة لو أنها كانت أخطاء طبيعية كرة القدم تقبل الأخطاء من جميع الموجودين داخل الملعب، وطبعا الحكم جزء من اللعبة وأخطاء جزء من اللعبة، لكن إذا كانت الأخطاء واضحة وصريحة وتنعكس على نتائج المباريات وتؤثر على نتائج المباريات وتغير من نتيجة المباراة، فلازم نحن نواجه هذه المشكلة، ولازم أن يكون في نقاش، ولازم يكون في محاضرات، ولازم الحكام يعرفون القوانين الجديدة بعد التطوير وبعد الاستحداث اللي خاصة على قوانين لعبة كرة القدم اللي كان في شهر مارس 2013. لازم، هذه رسالة مني لأبو رضا، لازم نحن نواجه المشكلة عشان نقدر نعالجها. قبل ما أكمل، أنا والله عندي أخبار كثيرة في على كل الأصعدة سواء محليا أو أوروبيا، بس خلينا ناخذ زميل الصحفي في صحيفة الشرق الأوسط البارز في الإعلام الرياضي السعودي الزميل فيصل مشاري. حياك الله معنا فيصل. هلا ثامن، وصل خير عليك وعلى كافة مستمعين مكسف ام وبرنامجك تحديدا اللي يعني غبنا عليه فترة طويلة الفترة الماضية. ما نقدر نستغنى عنك. والله يعطيك العافية. أنا الله يسلمك فيصل. رأيك في تصريح أحمد عيد قبل ما ننتقل لأي موضوع ثاني؟ والله يعني أول شيء طبعا الأخطاء التحكيمية في الجولتين الأولى بدأت من قبل الجولتين، يعني بدأت من كأس السوبر، صح ان الاتحاد كان طرف فيها ويعني واحنا محسوبين يمكن على نادي الاتحاد، لكن حتى الاتحادين أنفسهم تحدثوا عن أخطاء تحكيمية موجودة كانت لصالح الفتح. جاءت في الدوري، يعني قلنا أول مباراة ولسه الدوري ما بدأ وكذا، لكن جاء الدوري ومن أول جولتين أخطاء تحكيمية يعني فادحة صراحة، يعني ما تقول أخطاء تقديرية ولا أخطاء ما تأثر في نتائج المباريات، بعض الأحيان لما تأثر الأخطاء في النتيجة يقول لك خلاص يعني عدت المباراة وبخيرها وشرها وننتبه المباراة الجاية، لكن الآن في فرق تضررت يعني وفي اختراع صراحة من بعض الحكام احنا شفناه في بعض المباريات، فبالتالي كان لابد ان يكون في وقفه من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا شيء جميل حقيقه من احمد عيد انه يناقش في هذا الموضوع،
وبلا شك انه يعني ان الرئيس لجنة الحكام ايضا عمر المهنة رصد هذه الاخطاء، والاجتماع الشهري اعتقد قريب يعني جدا حتى يتم مناقشة الحكام في الاخطاء اللي وقعت. تم تقديمه عن موعده الاساسي انا بعد اسبوعين راح اجتمع في تم تقديمه يقولك على اساس الاخطاء للنقاش فيها. اي فحقيقة يعني كل الوسط الرياضي يتحدث، فبالتالي لابد ان احمد عيد يكون له موقف. ما نعرف ايش نتيجة الموقف هذه راح تكون، يعني انت في النهاية ممكن تتحدث وتناقش وكذا، لكن تستمر هذه الاخطاء بأمانة. يعني الحكام السعوديين ثامر يعني اخذوا فرصة جدا كبيرة من الموسم الماضي، حتى مش الموسم هذا، من الموسم الماضي فرصة كبيرة وثقة مفرطة وتواجد في نهائيات، وشفنا يعني الحكام الأجانب صار حضورهم قليل جدا للكرة السعودية، والكل دعم هذا المشروع، يعني مشروع دعم الحكم السعودي ودعم الثقة واستعادة الثقة وعدم التعرض لهم في التصاريح. لكن يعني بأمانة يعني الحكم السعودي ما راضي يستفيد من هذه الأمور، يعني خلاص يعني إذا كان الوضع يعني راح يستمر بالطريقة هذه، أنا أعتقد أنه ما في شك أنه في أي لحظة ترجع للحكام الأجانب وتستعين فيهم، بالذات في المباريات الحساسة والمباريات الجماهيرية ومباريات يعني الديربي والكلاسيكو. لكن وجود أخطاء مثل هذه في مباراة مثلا يعني مش عشان الاتحاد طرفية، بس الاتحاد والعروبة ما هي ذيك المباراة الجماهيرية ولا التنافسية ولا اللي فيها يعني شد عصبي كبير أو ضغوطات الحكام، وشفنا خطأ يعني صراحة ما أعرف شو صفه، يعني طرد مختار في الهدف يمكن الكل أجمع عليه حتى خبراء التحكيم أنفسهم. فبالتالي يعني أنا أتمنى إنه تكون وقفة أحمد عيد، أتمنى إنه الأستاذ عمر المهنة مع لجنة الحكام والحكام أنفسهم يتداركوا هذه الأمور. يعني إحنا في أول جولتين ودخلنا في معمعة وسحبنا البساط من مستويات الفرق ومن مستويات اللاعبين الأجانب ومن مستويات اللاعبين المحليين، من انتقالات الكرة انتقلت يعني بي 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 يعني بشكل مباشر إلى الحكام ولجنة التحكيم وبعدهم حديث الوسط الرياضي. أتمنى يعني إن إحنا نشاهد تحكيم يعني أفضل من الشيء اللي إحنا شفناه في الجولات الماضية. طيب الفيصل تحديدا تصريح أحمد عيد، يعني هذا يعطينا انطباع أن كل شيء عندنا كويس، يعني لازم إحنا نمشي الأمور، ولا هذا هدا اخذنا طبعا حسب الكلام وقناعتي انا وقناعتك انت الان حسب كلامك انه الجولتين هذه شهدت مشاكل تحكيميه كبيره من المفترض ان احنا ما نشوفها، واتفقنا على هذا الموضوع. تصريح احمد عيد وش يعطيك انطباع؟ تحديدا انه الاخطاء وارده، انه هذا شيء طبيعي، وانه مثل ما يغلط اللاعب يغلط الحكم. لا 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 لا، يعني احنا اوكي يعني نكسر الحكام والحكام، لكن ما نوجد مبررات حتى يعني من قبل لا يصير الاجتماع، من قبل لا تثبت الأخطاء. يعني مو معقول إن الوسط الرياضي كله على خطأ، ويعني هي لغة، أشوف يمكن كل يعني إيش أقول لك، لغة ودية يعني بين وليس كل ما يقال حتى في الإعلام أو يصدر في البيانات الصحفية هو الشيء الصحيح. يعني بالتأكيد إنه كان في نقاش بين أحمد عيد ورئيس لجنة الحكام، ما ندري إيش تفاصيله يعني، لكن يعني كونك تجمل الصورة بهالطريقة أنا أعتقد إنه ما راح تقبل الوسط الرياضي. صحيح الحكام يخطأ، وحكم الحكم يعني جزء من اللعبة، والحكم بشر، وهذه الأمور يعني نرددها سنوات وهي صحيحة، ما هي يعني بعيدة عن الصحة. لكن بأمانة يعني لما توصل المرحلة إنها تضر فرق، ومن البداية ومن أول جولتين ثلاث نقاط هذه اللي تفرق، اللي ما تفرق عندهم الحين راح تفرق في نهاية الدوري. يمكن ثلاث نقاط هذه تكون فاصل بينك وبين مقعد في آسيا، أو بينك وبين مقعد في كأس الأبطال، أو حتى صدارة الدوري. فأنا أتمنى يعني مثل ما قلت لك، يعني أحمد عيد بادر بشكل إيجابي إنه يتناقش مع لجنة الحكام مبكرا وفي جولتين واستغلال فترة التوقف الحالية وقبل الاجتماع الشهري. لكن يعني الشيء اللي ما كان مقبول هو أنه يعني يوجد مبررات، أعتبرها مبررات أن الحكم يخطي واللاعب يخطي. لا، مع أن اللاعب ضر نفسه وضر فريقه، لكن الحكم بيضر فرق كثير. وإحنا شفنا يعني أكثر من فريق تضرر وأكثر من حكم أخطأ، ما هي مباراة واحدة، يعني أكثر من مباراة. يعني نقول الله يصلح الحال ويستفيد من فترة التوقف القادمة، يستفيد من الاجتماع القادم، من وقفة مسؤول مثل أحمد عيد العام مسؤول عن الكرة السعودية، ويستشعر أنه بالفعل أنه هناك خطأ مبكر يعني صار تجاوز حد المعقول. طيب أنت الشخص والإعلامي القريب من نادي الاتحاد، في أخبار تقول أن نادي الاتحاد، هذا يمكن طلع اليوم الخبر في الصحافة الرياضية السعودية، أنه احتمالية أو نادي النصر يفكر جديا في ضم الكاميروني السابق في نادي الاتحاد مبامي، وأنهم يفكرون يلغون عقد باستوس لأنه فنيا ما أصبح مقنع للمسؤولين في نادي النصر،
مثل ما كان عليه الموسم الماضي. رأيك وانت يمكن اكيد المطلع على مستوى امبامي خلال فترة تواجده في نادي الاتحاد؟ والله شوف انا امبامي كان من اللاعبين اللي خدوا مستويات كبيرة جدا, له قابلية كبيرة يندمج مع مجموعة اللاعبين اللي يعمل معهم, اندماج مع الجماهير بشكل كبير, كان يحظى بجماهيرية كبيرة في نادي الاتحاد نظرا للأخلاق اللي تمتع فيها, ولاعب حماسي. بعض المباريات يعني في نهاية تجربته مع الاتحاد, بعض المباريات مستوى اللاعب ما كان ثابت, ومنها أعتقد حتى نهائي كأس الأبطال ما كان اللاعب يؤدي بشكل جيد. لكن يعني على مستوى المحور, على مستوى السعر اللي جاء في إمبامي في بداية ما احترف في نادي الاتحاد, أعتقد كان ناجح بشكل كبير. لكن اللاعب كان عنده مطالب مالية كبيرة جدا بخلاف انخفاض مستوى, كان عنده مطالب مالية جدا كبيرة يعني توصل لثلاثة ضعف إنه جدد العقد, فصرف النظر عنه من وقت مبكر. ما أعتقد أن مستوى اللاعب هو اللي كان الفيصل في موضوع تجديد لعقده. أنا أتوقع إن حضر للنصر أو أي فريق سعودي, وأنا كنت أتوقع أنه ما يغادر الدوري السعودي, ينتقل من الاتحاد إلى أي نادي آخر, لأنه قدم مستوى جدا جيد, وكثير أندية تحتاج إلى لاعبين في منطقة المحور. أنا يعني برضو وصلت لي معلومات إنه النصر يحتاج إمبامي حتى قبل لا يغادر جدة في فترة سابقة, وقبل لا يغلق ملف الأجانب كان في تحركات, وحتى بعض الأخوة النصراويين يعني كان يطلبوا مني رقم إمبامي أو وكيل أعماله وكذا, الإعلاميين القريبين من البيت النصراوي. أي فربما كانوا يتأكدوا من الخبر أو شيء زي كذا, يعني واحد من الزملاء الإعلاميين كان يحدثني يعني عن رقم إمبامي, موضوع شكوى سابقة أو شيء, لكن يبدو أن الموضوع كان يتعلق بالتفاوض مع اللاعب. الآن النصر يمكن يعني شاف أنه في هذا الخانة, مع أني أنا أشوف أنه محاور النصر مميزين جدا, يعني شفنا محمد نور لعب في خانة المحور قبل لا يرجع شرحيلي وقدم مستوى جيد, والآن شرحيلي موجود, إبراهيم غالب, لكن النصر واضح أن هذا السنة يوجد في كل خانة أكثر من لاعب, وهذا التخطيط السليم وهذا الاتجاه صحيح. وأعتقد أنه لاعب مثل إمبامي حضر للنصر راح يكون علامة فارقة واضحة لتاريخ النصراوي. طيب في الخبر طبعا لو نرجع لموضوع الاتحاد وديون وتسجيل اللاعبين, اليوم 2/9 فيصل, باقي على فترة الانتقالات الحالية أسبوع كامل, خلاص على وشك الانتهاء. وش الجديد في ديون نادي الاتحاد الآن؟ أنا بكل أمانة فيصل, وأنت يمكن أعلم مني وأعرف في هذا الملف تحديدا وخاصة في نادي الاتحاد, أنا أدخل سير تويتر يعني كثير من الناس يقولون ثامر ما عندك علم جديد, تكلم من جمهور نادي الاتحاد, ما عندك شيء يفرحنا, فشيء زعل بكل أمانة. أنا يعني أتمنى انتهاء المشكلة وفي أقرب وقت ممكن يتم تسجيل اللاعبين. والله شوف يعني بالتأكيد يعني هذا السؤال العريض في نادي الاتحاد حاليا, يعني حتى تدخل الصباح تكتب السلام عليكم يقول لك ايش صار على جانب, تكتب أي شيء ما له علاقة بالكورة يجيك الرد ايش صار على جانب, ما في يعني خلاص الجمهور مشغلين في هذا الجانب, وفي جمهور يروح لأبعد من كذا إذا ما سجلنا واستمرت القضايا, وممكن آسيا تروح, يعني في تنافس كبير عند جمهور نادي الاتحاد ولا لومهم فيه. طبعا لا شك ان اداره النادي تاخرت في موضوع يعني حسم هذا الملف, تاخرت اساسا في التعاقد مع اللاعبين الاجانب, لعبت كاس الابطال وضاعت كاس السوبر عفوا وضاعت امام الفتح, ويعني انت سوي اللي عليك, يمكن اللاعبين الاجانب يلعبوا ما تكسب, لكن انت سوي اللي عليك يعني خلاص سجل لاعبينك وانهي امورك, وبعد كذا الباقي على الله, يعني مباريات توفيق رب العالمين. جيت الدوري أول جولة فزنا على الشباب, يعني حتى الموضوع شوي بعد خسارة العروبة بدأ الموضوع يتحرك, الجمهور بدأ يشعر أنه في عاطف على عليه أنه خلاص طب احنا نساعد, صارت في حملات خلال 3 أيام 4 أيام راحت, يمكن تقريبا اليوم وصل الدعم الجماهيري 140,000, أنت تبغى 20,400,000, يعني مبلغ لا أعضاء شرف ولا إدارة النادي أمنته ولا عقود الرعاية, اللي يعني واحد من عقود الرعاية توقع ما قدر أنه يغطي هذا المبلغ, يعني صراحة كبير. إدارة نادي الاتحاد كانت في فترات سابقة يعني تتحدث كثير في هذا الموضوع, في وعود كانت موجودة 90% 99%, سمعنا أرقام ونسب كثيرة. الآن من بعد مباراة العروبة وحتى من قبل المباراة صار في صمت تام في إدارة نادي الاتحاد, ما عدا تصريح واحد لمحمد الفايز كان في قناة اليوتيوب الاتحادية تحدث عن أنه إحنا راح ننهي اللاعبين ونسجل وكذا, ففي سياسة صمت الآن, في عمل بصمت.
فأنا أتمنى إذا الوقت اللي كانت تعمل فيه إدارة الاتحاد تتكلم فيه وتوعد وما أنجزت شيء، أتمنى أنه هالصمت في نهايته عمل منتج ويكون فيه تركيز على إنهاء هذا الجانب. بلا شك يعني يعني منعطف جدا صعب للإدارة، لا أعضاء شرف ينقفوا مع النادي، ما في توفيق في عقود رعاية كبيرة تغطي مصاريف النادي السنة الجاية مع هذه الديون، اللاعبين من جهة ووكيل الأعمال من جهة متمسكين بالحصول على كامل مستحقاتهم. فأعتقد أنه إشكالية كبيرة، يعني في فقدان ثقة من بعض اللاعبين في الإدارة، في فقدان ثقة الآن من بعض الجماهير في الإدارة، لكن في المقابل يعني فيها تقول لك خلاص طيب يعني إدارة محمد الفايز الآن هي موجودة، لابد أنها تدعم ولابد أنها تساند من قبل الشرفيين والجماهير حتى يتجاوز النادي هذه المرحلة. في المقابل أيضا ما في أي شخصية اتحادية تكفلت بالديون، ما في أي شخصية اتحادية قالت والله أنا أفكر في رئاسة النادي لكن يعني يمشي الفايز. دكتور خادم مرزوق رئيس احترمه وقدره جدا يعني بشكل كبير، لكن ما عنده الأدوات اللي تساعد على النجاح. أنا أتمنى من الدكتور خالد إنه يطلع يوضح إيش الموقف الشرفي عند أعضاء الشرف، ليش ما دعموا، ليش وعدوا بالاجتماع الأخير وتخلوا عن وعدهم. إذا كان تحفظ على محمد الفايز عندهم شخص آخر يقدموه، وإذا كان هذا موقفهم من محمد الفايز وغير محمد الفايز، لأن الدعم الشرفي له 3 سنين موقف في الاتحاد، فيعني ما في داعي لهيئة أعضاء الشرف ولا في داعي للاجتماعات الروتينية اللي قاعدة تحصل، وفي النهاية الجمهور يتعشم ويطلع 5-6 أعضاء شرف يوعدوا بدعم يعني بمبلغ معين ولا يقدم حتى جزء بسيط من هذا المبلغ. يعني دوامة في نادي الاتحاد كبيرة جدا، تغطي بعض الديون بديون أخرى. اللاعبين الحاليين ما حد يلومهم، هذا حقهم. يمكن احنا شفنا الآن اليوم وقت لاعب فوز عبد الغني تحصل على شيك موقع باسم رئيس النادي واليوم ما حصل فيه رصيد واخذ عليه اعتراض، يعني مثل هالمسائل يعني صار في اعتراض على الشيك اللي اخذه بدون رصيد، انه من غير رصيد يعني لانه وفي شكوى ايضا جديده فيصل من راشد الرهيب، صح ولا لا؟ والله شوف انا راشد الرهيب يعني وكيل اعماله عبد الله حمدان شفت كاتب انه احنا ما راح نلجا للشكاوي وراح ونفضل الحلول الوديه. هذا اخر تصريح. هو انت عارف ايش المشكله يا فيصل؟ صاروا الناس يعني ياخذون الكلام، يعني خلينا نتكلم على وكلاء الاعمال، صاروا في مواقف لا يحسدون عليها، خاصه انه ما ودهم يدخلون في احتكاكات مباشره مع ادارات الانديه، فدائما يجملون الصوره، فما يقول لك شكوى، يقول لك مطالبه، يعني غير المسمى. هو شوف، هو في النهايه شكوى ولا مطالبه هي في النهايه قضيه، وفي النهاية قضية تمنعك من تسجيل اللاعبين يعني بأمانة، يعني فاهم، لا يمكن أن جمهور نادي الاتحاد يغفر للإدارة خطأ أنك لو أنت قفلت الفترة وما سجلت اللاعبين، لا يمكن بأي حال من الأحوال. في ناس ما تقبلتها في المباراة الأولى وعدت، ولا المباراة الثانية وعدت، لكن أن تنتهي الفترة وما تسجل اللاعبين الأجانب أعتقد الأمر غير مقبول. وأنا أقول لك يعني الإدارة ما تقدر تلومها بشكل كبير، ما في أحد يعني، لكن طيب. انت المسؤول الاول والاخير عن نادي الاتحاد، انت المسؤول الاول والاخير عن عقود الرعايه، انت المسؤول الاخير عن دعم اعضاء الشرف، وانت المسؤول الاول والاخير عن الدعم الذاتي. صح. احنا شفنا في ادارات سابقه دعم من اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي، الان كان في شويه فلوس عند اداره الفايز وانتهت وخلصت وانتهى الموضوع. اتمنى انه يكون في يعني اي تصرف، يعني سلفه قرض من اي شخص ويسترد مع، يعني لابد ان اداره الاتحاد تخرج من هذا المازق، وعندي إحساس إنها راح تخرج منه خلال يعني الأيام القادمة قبل ما تنتهي فترة التسجيل. طيب فيصل بتبقى معنا، بنطلع الفاصل قصير ونرجع مرة ثانية في برنامج غرفة 11، عندنا كثير من الحديث مع الزميل فيصل المشاري وعندنا أخبار خاصة في برنامج غرفة 11، فاصل وراجعين. أنت تستمع إلى قرر إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر إقامتها بين الهلال والتعاون يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب اعتذار نادي الهلال عن لعب المباراة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها بين الناديين. وتجري إدارة الكرة في نادي التعاون مباحثاتها مع عدد من الأندية لإيجاد مباراة ودية في نفس الموعد بهدف إبقاء اللاعبين في أجواء المباريات خلال فترة التوقف.
ونبقى في نادي الهلال، حيث غادر محترف الفريق الإكوادوري كاستيلو مساء البارحة للمشاركة مع منتخب بلاده مع نظيره المنتخب الكولومبي مساء يوم الجمعة المقبل في أيام الفيفا. قررت إدارة نادي النصر إجراء مباراة ودية مع نادي الفيصلي مطلع الأسبوع المقبل، وذلك استعدادا للجولة القادمة بعد التوقف من مباريات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الكوري الأهلاوي الكوري سوك بعد لقاء النصر تعرضوا لكسر في مشط المفصل ويحتاج عملية جراحية ستغيبه ما بين 6 إلى 8 أسابيع، وبالتالي لن يكون بمقدور اللاعب المشاركة في لقاء سيول الكوري ضمن أبطال آسيا. إلى المنتخب السعودي، حيث خضع اللاعبون المختارون للمنتخب وعددهم 28 لاعب إلى فحوص طبية مبدئية من قبل الجهاز الطبي على أن يخضعوا إلى فحوص عامة في وقت لاحق للتأكد من مدى جاهزيتهم، وطبعا من بينهم سالم الدوسري. نروح بس خبر، خلينا نتكلم عن كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو ما قدر أنه يتدرب مع منتخب البرتغال استعدادا لمباراة المنتخب البرتغالي يوم الجمعة القادم ضد إيرلندا الشمالية بسبب الإصابة. كريستيانو إصابته عبارة عن تمزق بسيط في الفخذ الأيمن، ولكنه سيستطيع المشاركة في مباراة البرتغال وإيرلندا الشمالية. يعني رونالدو ما قدر أنه يكمل أو يتمرن اليوم استعدادا لمباراة منتخبه مع إيرلندا، لكن راح يستطيع المشاركة في المباراة. نرجع مرة ثانية للزميل فيصل مشاري. حياك الله فيصل. هلا فاعمل حياك فيصل. الاتحاد قبل ما ننتقل للموضوع الثاني، بحكم الآن يعني نتكلم الأسبوع الماضي يمكن لقاء أبو ثامر والأمور اللي طلعت وسلطان البلوي، وأنه أبو ثامر تكلم على الشركاء وطلع أنه ما في شركاء وأن المكتب باسم سلطان بمفردة، والأمور هذه كلها بغض النظر كانت إيجابية أو سلبية في تصريح منصور البلوي. السؤال الآن، منذ ذاك التصريح إلى الآن في أي تغيير أو بوادر؟ والله يشوف تامر، أنا اللي أعرفه يعني إلى آخر صلاة جريتها اليوم بعض الأشخاص إن السلطان البلوي أو حمد أو رضا تكر كلهم متمسكين بمستحقاتهم كاملة. يعني في تحركات قاعدة تحصل، في عدة حلول قاعدة تطرح، لكن إلى الآن ما في بوادر واضحة بشكل كبير يعني تخلي الواحد يجزم إن الموضوع راح ينتهي قبل الموعد المحدد أو لا. لكن يعني ما على الاتحادين الا الانتظار، يعني الى اخر يوم قد تحسم الامور وقد لا تحسم، ما زالت الامور معلقه مثل ما كانت خلال الفتره الماضيه. طيب ما في شيء انجزوه مثلا بشكل كبير انك تستطيع انك تقول والله انتهى من 80%. يعني انت الملفات المعلقه عندك 3 ملفات، اذا الى اليوم الثلاث ملفات هذه ما حلت ولا استطعت انك تغلق ملف او ملفين منها، معناته انت يعني ما زلت في نفس المنطقه اللي وصلت لها. والشيء الثاني، إذا أنت تبغى تعطي اللاعبين مستحقاتهم 20 مليون و 400 ألف مبلغ كبير جدا أنك تتوفره في 10 أيام، إلا في حالة واحدة أنه يحضر شخص اتحادي أو عضو شرف اتحادي أو أي كان ويتكفل بهذا المبلغ ومتم يسترد من إدارة النادي أو يقدم كتاب، وهذا يعني أمر ما تقدر تجزم فيه إذا وجد هذا الشخص في أرض الواقع. طيب لو أغلقت الفترة ولم يتم التسديد أو جدولة المبالغ، تتوقع هذه بتكون نهاية إدارة نادي الاتحاد؟ والله شوف، ما أقدر أقول لك نهاية نادي الاتحاد، لكن إدارة أقدر أقول إن نادي باقي طبعا. أي ما أقدر أقول إن إدارة نادي الاتحاد ممكن تنتهي بانتهاء هذا الموضوع، لأن مثل ما قلت لك يا ثامر، المشكلة أن ما في إدارة بديلة، وسيناريو أنك أنت تسلم النادي لرعاية الشباب هذا سيناريو أعتقد يرفض كل اتحادي. كل اتحاد يرفضه، وهذا السيناريو اللي ممكن يكون موجود. يعني احنا لو شفنا الفترة الأخيرة اللي انتخب فيها محمد الفايز، ما كان في أسماء اتحادية ممكن تراهن عليها أن تمسك النادي، وواحد من الأشخاص اللي كان ينافس أو اثنين قالوا ما راح نخوض التجربة مرة ثانية من جديد. ففي مشكلة، يعني مين راح الأسناد الاتحادي اللي محمد الفايز تخلى عنه سواء الآن ولا حتى بالمستقبل بعد ما تنتهي الفترة. لكن أنا أتصور كذا من وجهة نظري
انه نادي الاتحاد راح يتجاوز هذه الازمه يعني. طيب. قد يكون احساس يعني اكثر من يكون معلومه. طيب فيصل، السؤال الاخير عشان وقت البرنامج، طبعا الاخبار عندنا تقول وقوفك انت شخصيا والزميل مصباح معتوق بشكل إنساني مع كابتن نادي الاتحاد اللاعب الدولي السابق صلاح المولد أثناء فترة مرضه والآن العملية الجراحية وما بعد العملية، تعطينا آخر التفاصيل في موضوع التبرعات والدور اللي أنتم قمتوا فيه، مشكورين عليه، وحالة صلاح المولد الصحية الآن بعد إجراء العملية. طيب باقي لك كم دقيقة عشان أعرف؟ دقيقة ونص. يعني بأمانة أنا جاني اتصال قبل يعني 5 أيام 6 أيام من زميل مصباح معتوق، قال لي صلاح المولد عنده عملية بعد كم يوم، والرجل يمر بأزمة صحية وأزمة مالية جدا صعبة وحالته الأسرية جدا صعبة، وأنا هذا الشيء يمكن أعرفه من زمان لكن ما أعرف يعني صلاح القرب. فقال لي أنا ساعة ومر عليك ونطلع مكة نزور صلاح قبل لا أسوي العملية. قلت له طيب، فاستغليت هذه الساعة يعني في شخصيات اتحادية طبعا جولاتهم عندي، ارسلت لهم رسائل قلت لهم ترى صلاح كذا 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 كذا، وانا اروح يعني راح اوصل عنده بعد ساعة ساعتين اذا كان عنده رقم حساب واحد حبلغكم فيه وكذا. مصباح ايضا تحرك من جهته ومع مشجع اتحاد اسمه حسام الدقاق، جمع مبلغ جدا ممتاز. كم المبلغ؟ والله ما نحب نذكر المبلغ لانه يعني خلاص يعني، لكن كان جيد يعني. طبعا واحد نظام الإدارة تجاوب مع الرسائل وتكفل بمبلغ مالي بسيط إضافة إلى تأمين صحي على أعلى مستوى، وراح أتابع هذا الموضوع. لما رفض عضو مجلس إدارة ذكر اسمه فيصل، أي رفض ذكر اسمه، قال إذا تذكر اسم الأحد ذكره صلاح عشان يعرف، وذكرت الصلاح اسمه والمبلغ ورغبته في أنه يعني يطلع لها التأمين الصحي. اثنين من أعضاء الشرف كانوا موجودين في جدة تكفل بمبالغ، واحد منهم كان موجود في خارج المملكة وأعطيته رقم الحساب. أنا قلت لهم أنا ما أبغى أخذ أي مبالغ مالية، وللأسف رغم حرصنا على هذا الشيء أنا يعني صدمت اليوم في تويتر بضايق كثير من الناس اللي اتهمتنا في الممنة وأنتم قاعدين يعني تستغلوا هذا الموضوع عشان تأخذوا فلوس وكذا. المهم وصلنا صلاح، أعطينا المبلغ، منا له الشفاء العاجل، نزل لمستشفى مدينة الملك عبدالله، أجرى عملية أمس في القلب، تغيير كامل شرايين القلب. بكرة عنده عملية ثانية، يوم زرنا أنا ومصباح مرة ثانية، وبكرة عنده عملية ثانية رح يركب جهاز في القلب رح تمر معه مدى الحياة. صراحة يعني حال يحزن، لاعب خدم الكرة السعودية والاتحاد ونجم كبير مثل هذا، يعني صراحة يعني ما أقول لك قد إيش فرحته إنه شاف 3-4 أنفار موجودين عنده في الغرفة. تخيل لو كان نجم موجود في الفترة الحالية كيف كانت الجماهير الموجودة. أنا أتمنى من جمهور نادي الاتحاد اللي ما قدر يدفع له ولا يسانده ولا يدعمه بس يزوره، الرجل فرحان وسعيد جدا بالناس اللي زارته وشكرنا بشكل مرة كبير نحن وقفنا معه. وبأمانة يعني أول مرة ألتقي صراحة كذا يعني وجه لوجه كان في المستشفى، وإن شاء الله نتجيه في ظروف أحسن إن شاء الله. واليوم إحنا خارجين من المستشفى أنا ومصباح في السيارة قررنا أنه يعني هو كان عنده أمنية كبيرة جدا قبل العملية، قال وعدوني كثير في الاتحاد ومن ضمن محمد فايز أنه يمسروا حفل الاعتزال حتى لو حفلة شاهي، قال أنا قابل. يعني تخيل الرجل يعني يبغى يحس بالتفاف الناس حوله. فقررنا ان احنا نكرمه يعني ونتفق مع اي شخصيه اتحاديه ناخذ استراحه ونسوي له عشاء، ويكون المجال مفتوح لاي مشجع اتحاد انه يحضر ان شاء الله. ما تقصرون، يكرمه بهديه، يكرمه بدرع، والوجه لله. واللاعب خدم الاتحاد، يعني انا اعتقد انه هذا الدور مش دور يمكن اعلامي ولا دور، لكنه في النهايه دور انساني، واحنا محبين لنادي الاتحاد واعلاميين في نفس الوقت. واعتقد انه الشيء اللي يمر فيه صلاح يعني يستحق الوقفه من الاتحاديين كثير، ان كان هو ولا ان كان اسرته. بامانه الرجل يمر بظروف صعبه جدا ومن سنوات ما حد التفت له بشكل يحسن من عيشته، والله يفرج عليه ان شاء الله. ان شاء الله امين. يعطيكم العافيه، شكرا لك فيصل مشاري. يعطيك العافيه، شكرا يعطيك العافيه. اخر اخبارنا اخيرا، تخيلوا اقليم كردستان يبدي استعداده لاستضافة خليج 22. يعني خليها إن شاء الله نشوفها في جدة. عموما سكاي والديلي ميل يصرحان أوزيل ينتقل إلى أرسنال من ريال مدريد مقابل 42 مليون جنيه
استرليني. وفي تصرف غريب من بيريز رئيس نادي ريال مدريد قام بردة فعل مفاجئة تجاه جماهير ناديه خلال حضوره لاستقبال نجم الفريق الجديد الويلزي غارث بيل، وأشار لهم بالصمت وعدم ترديد الهتافات التي تطالب ببقاء مسعود أوزيل وعدم رحيله. يعني في إشارة أن كان الرئيس يقول لهم اسكتوا خليه يروح. شكرا لاستماعكم برنامج غرفة 11، وإن شاء الله نكون معكم غدا في برنامج